我甩个妈！呀，你那，还能飞吧？ده جاي داخل علينا يا عم والله. النهارده انا في بورسعيد. بورسعيد من الاماكن اللي انا ما جيتهاش قبل كده خالص، وقلت ليه لا ان انا اصور يعني اليوم هيكون ماشي ازاي، وان انا اشير معاكم الاكسبيرينس ديت. فيلا بينا نكتشف بورسعيد. الفكرة اللي احنا في سوق السمك، الناس كلها كل ما بتشوف الكاميرا وكده اللي هو انت يلا تعالى، والناس متعاونة الصراحة، فدي حاجة بسطاني يعني. تجربة جامدة، ما كانش فيه زحمة او كل حاجة، بس اللي هو لا قشطة يعني بيتعاملوا مع الحوار. احنا دلوقتي المفروض يعني في مرحلة تنقية السمك، يعني نخش ننقي السمك عشان نروح نشويه وبعد كده ناكله. احنا رحنا بعد كده جبال الملح او الملاحات زي ما بيقولوا هنا، واحنا هناك دلوقتي يعني في جبل ورايا هناك اهو. بس اللي قدامي ده، خليني اوريه لكم، اللي قدامي دوت البرودكشن لاين بتاع الملح. يعني خليني اقرب كده سيكه. تقريبا الملح بيمشي كده اهو، وعلى الباس دوت، وبيطلع فوق وبعد كده بيتصب من هناك او حاجه كده، فبيعمل الجبل او الكتله ديت يعني. بس المفروض ان ديت تاني اكبر ملاحه في العالم في بور فؤاد هنا. بس الصراحة أنا ما يعني مبسوط بالتجربة اللي أنا بعملها. يمكن مش هطلع الفيديو اللي واو بقى والكلام ده كله، بس تجربة جديدة وأنا بتعلم. مش عارف صوت المايك والهواء إيه، بس يعني شوية مبسوط فشخ.